في خطوة غير مسبوقة أقدم عليها الفنان والإعلامي نزار الخالد، وذلك من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب وحتى باقي حساباته الأخرى التي يقوم بنشر دائما مواضيعه المختلفة، وأيضا فتح البث المباشر عليها اليومي وطرح العديد من المواضيع. هذه المواضيع تكون في غاية الجراءة وكشف حقائق على ألسنة أشخاص قريبين من الأحداث والمسؤولين في الأنظمة السابقة. غير برنامجه الكثير من الأفكار وحتى المعلومات المزيفة التي كان أغلب العراقيين وحتى العرب مخدوعين بها. تمكن نزار الخالد من توحيد الروح الوطنية عند العراقيين، وأيضا بشهادة متابعينه الذين اتخذوا من قناته متنفسا حقيقيا لكن بالمشان بدون مقابل، أيضا يعبرون من خلالها عن معاناتهم ويوثقون الحقائق التي يعرفونها بالأدلة القاطعة، كل ذلك على حساب حياته المهددة بالخطر بسبب قوله الحقيقة وكشف كل الحقائق لأجل توعية الناس وجعل ولائهم للوطن وليس لأي شخص أو جهة أخرى. هنا نقول بيرفكت لنزار خالد، وبيرفكت على شجاعته وحبه للوطن، وبيرفكت على جميع أطياف العراق من خلال نشر الوعي في قناته الخاصة. لنتابع. وجو ويا ثلاثة شخصيات فنية يعني معروفين عندنا، فسلمت عليهم قعدوا بصفي، قعدت وياهم، عيب يعني بعد لفتهم أنا صاليهم أشوفهم عيب أعوفهم وأطلع يعني. فظليت قاعد وياهم عبرت نص ساعة تقريبا على الموعد، ولا بنية جاية جت قبل علي، مرحبا أستاذ نزار أهلا وسهلا، من رخصتكم أنا تأخرت علي، كان الصحفية فلانة بنت فلان وما أعرف شنو، فقلت لها تأخرتي على الموعد، اعتذرت ما بعد خجلت قدام الموجودين، قمنا حولنا على طاولة ثانية. نعم. فقلت لها إذا ما تقولي لي سبب التأخير مالتك ويكون سبب مقنع فصدقيني ما راح أبقى وياك ولا راح أحكي وياك كلمة واحدة، لأن أنا عندي احترام الموعد من احترام يعني. مو تكبر بس أنا حياتي أحترم مواعيدي ويا الناس، فأحترم اللي يحترمني يعني. صح. فالبنية صراحة ما أعرف ليش فتحت قلبها وحكت رأسا. قالت لي أنا جيت هسه من يوم عدي. فأني فزيت. قلت شنو؟ اختاروني يعني لان انا قوي، اختاروني من ضمن فريق خاص قوات خاصة او شيء تدري. اي نعم. وصار يسوون اختبار نفسي انه انت ايش قد مستعد تنطي. فأنا كنت اعتبر انه هاي حكومة بلدنا ومستعد انطيهم حتى اهلي وعشيرتي. المهم صاروا يسوون تدريبات خاصة. طبعا أنا راح أصدم الشعب العراقي بهذا الشيء، وأنا هسه مقهور يعني، أنا هسه الدمعة بعيني، لأن أنا سويت أشياء للدولة ما أعرف الله شو راح يحاسبنا عليها، ولا تختفر لأن أنا أهلي تدمروا بسببي، أبوي أنعدم بسببي، لأن أنا هربت من العراق من 87